لم يرحم العدو أحدا في كربلاء، فكم من عروس عادت باكية إلى أهلها من غير عريسها، وكم من أم عادت إلى بيتها صارخة بعد مقتل رضيعها، وكم من أخت رجعت إلى دارها وهي تندب أخاها، ولكنهم عادوا راضين مرضيين، فقد كتب عليهم القدر سلفا أن يكون القتل لهم عادة لتكون كرامتهم من الله الشهادة. وكان شعارهم دائما: إلهي رضا برضاك لا معبود سواك. كل ما كان يطمح إليه يزيد هو أن يقضي على الحسين وأصحابه في كربلاء، لكن نهضة الإمام ليس فقط قضت على سلطة يزيد وبني أمية بالكامل، وإنما زلزلت الأرض ولا تزال تحت كل سلطة تلتقي ولو في نقطة واحدة مع سلطة يزيد. فالشبح كربلاء سيلاحق الظالمين في جميع مراكز الحكم إلى يوم القيامة، سواء في حاضرة العالم الإسلامي أو خارجها. كما كانت دماء الحسين هي دماء رسول الله، فإن دموع الحسين كانت دموع رسول الله. ذلك أن راية الحسين كانت راية رسول الله، ورسالته رسالة رسول الله، ونهضته نهضة رسول الله، فدمه هو دم النبي، ودموعه دموع النبي، وكرباته كربات النبي، ومصائبه مصائب النبي. ومن لا يبكي على مصاب الحسين فهو لا يتأثر بمصاب رسول الله، ومن لا يهتم بكربات الحسين فهو لا يهتم بكربات رسول الله. الحسين هو النبي في عصره،